في أحد الأنفاق المعتمة تحت شوارع غزة، كان لواء دان جولدفوس قائد الفرقة 98 الإسرائيلية يركض خلف لحظة كادت تغير تاريخه، بل وتاريخ الحرب في غزة، بينما جيشه على بعد دقائق فقط من القبض على العقل المدبر لأحداث 7 أكتوبر يحيى السنوار. كشف جولدفوس في مقابلة تلفزيونية مثيرة مع القناة 12 الإسرائيلية عن تفاصيل دقيقة تتعلق بكيف كانوا على وشك الإمساك بالسنوار، حيث وجدوا أموالاً متناثرة وأسلحة موزعة حول المكان وقهوة ساخنة توحي بشيء واحد. نعم، السنوار كان هناك للتو، كانت دقائق فقط، هكذا أكد جولدفوس وهو يتحدث بحسرة عن اللحظة التي شعر فيها بأنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من تغيير مجرى الحرب. ومع أن السنوار أفلت بأعجوبة، فإن تلك القهوة الساخنة تبقى شاهدة على مدى قربهم من القبض عليه وقدرته على الانصراف في الوقت المناسب.